بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بلى، وهو مفهوم مخالفة، يعني واني كمفهوم مخالفة يعني هيا شاكا. مفهوم مخالفة صفتها شرطة غايتها إنما يا ما هو إلا يا أنا هم مفهوم يعني هي مفهوم مخالف. مفهوم مخالفة إيشان صفت بو بلد. ومنها صفحة 251 أي من الصفة العلة وجاب خد بفنوا. ومنها أي من الصفة بالمعنى السابق العلة نحو أعطي السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره. جزوي صفتنا علة صفات كيش يقبل وشتانا كمفهوم مخالفة يهبو صفتي بمعنى بيشو كتمان منظور بصفتي هرشتي كك حكمي قيد بك مقيد بك شرط استثناء غاية نبي منظوري بصفتي أو أبو كل مقيد يجي مقيد بيبوشتي ديكو شرد نبيو استثناء نبيو غايد نبي او صفات منظوري لو ينك صفتي بمعنى نعتي نحويان جا صفات من كآوى معنى كردوا لفظي شي مقيدي مقيد ولفظي آخري كليس بشرط غايته استثناء جزء صفتي بمعنى علتيش جزء صفتي بمعنى الظرفش جزء صفتي بمعنى حالش أو أنواع صفات صفتي بمعنى سابق علد مثالي وكو أعطي السائل لحاجته أتو اشتبدأ بسائلي لبر نيازمند يكي معنى وايا بدأ بإي نيازمند ميدا بغير نيازمند أو لحاجته كعلة مفهوم مخالفه وطبعا يشك لأقسام صفتي بمعنى سابق دي. ومنها العلة والظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة أي لا في غيره واجلس أمام فلان أي لا وراءه. ظرف تظرف في زمان بي يا مكان بي وكو دلي روج الجمعة بشو سفري معنى دي غير جمعة دامة شوي أو يوم الجمعة مفهومي مخالفي هي يا أتو لبيش فلان كسي دانيشا لبشتوي دامنيشا تاكا لبشتوي دامنيشا لبيشوي دانيشا لبشتوي دامنيشا كتي لما الشيخ محمد ميان برسي كتان خليفي قراوية نام يشيك لو خليفاني قراوية آوا دلرزي آوا نيجي لبش دروستي عنا كتي يا ريوالا لبشتي دروستا ما لبيشي دروزنيا تاكا واش دار لي بيشي داني جراح برعكس تاكا لي بيشي داني جل بشتوي دام نيشا وراء ببيشي جدلنا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وكان امامهم ولدير دا بقريني او كدوت مثال بمفهوم مخالف تاكا كدلا اي لا وراءه معلومه وراء دير دا بمعنى خلف بكار بردوا دم قابل امامي دايا ومنها الحال دي والحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا. إحسان وشاكي دي قال عبد أو عبد ديبكا شاكي هذا قال عبد ديبكا جنسي عبد أقا حالي وابي جنسي عبد أقا حالي وابي مطيع به يعني بقي مطيع بك نق بقي عاصي مفهومي مخالفي هي جنسي عبدي شاكا بوي بتوان المقيد يبكين بمطيعة دي جنز نبي ناتوان المقيد يبكين جنز بفردي عهد بيك فردي دقريتوي والعدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر أبو الشراب خوريا فاجلدوهم 80 جلدة يا ابو افتراء يا ناشئ او 100 جلدتين افتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده بلى
بختاني زينة هذاكن هشتا زربيان ليبدن هشتا زلديان ليبدن هشتا شلاقين ليبدن أي لا أكثر من ذلك بتريان ليمدن شاكا سمانين عدده مفهومي هي هشتا هشتا ليبدن نكبتر شاكا لا أكثر ولا أقل شقنا أقل لك مرادنيا شاكا دير دا شنك مجال جيغاك جيغاي تغليز وتنبيه كرنية توهم بويدة شكا كزياتر بي بويدة لزياتر نا منظور مفهومك اويا اوي ديكا مثالك بعدي دولة لا أقل من ذلك اوي بقريني شوين كيرا شاكا دي وحديث الصحيحيني إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أقصق لإناء شيء لزرف شيء نقول آوي خواردوا تاك مشروب خواردوا جاء آو بي تاك نشابان بو تيكر بخوار بو يوا شرب كر لزرفية شيء نقول دا بحوت جاري بشوا حوتي بشوا يعني كم تر لحوتي نبي دير دا شون بو تنظيفة تنظيفة كده كريبة كم تريش بيه بويا وهم بولاي او ايدا تيكا كم تريكا زائز بيه بويا او اشاري با اخراجي ايدي يعني نابي كم تريكا بيه او اي وهم بو ايدا تيكا كشاملي حالي بيه او اخراج كردوا دوه دا وهم بو زوركي ايدا تيكا زوركي اخراج كردوا دير دا وهم بو كم تريكا ايدا تيكا كم تريكا اخراج كردوا بلقم او وهم بو ايدا تيكا وريزا هاقلها وقيدا او كما كشهر اخراج دكا كما كي إخراج إخراج ناكا كما كو برد كوي أي كما كذا زمن وأنا كي داها يا تاكا دل لم يقل ولا أقل لأن المقام مقام زجر وهو يوهم الكسرة وقيل لم يقل ولا أقل لأن الأقل مطلوب دل بوي ولا أقل يكتوش المقام مقام زجر زجر مهم كسرة والحاصل تاكا أن الشارحة إنما تعرض في المحل في المحلين لنفي المتوهم دنا نفي أوي دي شر دقيني ولي أوي توهم دتي تاكا توهم دتيكا بيقري توا فمصني فقد إخراج واني كدو دنا رواية أي يعني نكم تربية ونزيع تربية تمام بلد آه. ما نسأل حد في دا كبر قضيه روح مبزيت هذا هو احتمال هي التخفيف يا كم تربك هذا الدين هو احتمال زياتريني كره بتشكي لقوني عند انت روح مبزيت واحد دي معمولا كبر ندي ودلا اغا بن وكركي كنتي دستور ده مزار شقت يالدن كنتي قربان يا قتي انت يالنا دا يا شما واني حسابي نازاني دي أي واحد دي معمولة رحمه بزيز وتربك على ذلك. نعم أنا لا مصبنا أنا أو شو كان أنا لخلتي داو مأمورانا. بس بالعكس لا إذا شريف. نعم وهم بوزوري دتي شو كمقام الزجر أو يا ها. ليه ده بالعكس قلة كي مراما إذا شرب الكلب في إناء أحد يكون فليغسله سبع مرات. يعني كم ترنبي؟ كم ترنبي؟ لو بيجي. كيف فكري بوي دتي أبا كم تركش دي بزي ببوي أوي إخراج كردوه. خيدا كهر دكان إخراج دكا. ولي بوي مصني باسي ده ودا باسي إي أكثر كيدا كام ده ودا باسي أقل كيدا كا أوي كوهم دتي بيجري توي إخراج كردوه. أوي فكر بو بوي دتي بيجري تو إخراج نبي إخ إخراجي كردوها توجيني متوزي هم خربان خربان أقبوا يدي كزيادة أو قبول زيادة أما كمكا لشورا وهمي بوي دي سيكا كنا بدا شون كبا بجاري جيش خاوان دي بتوا بدو جاران جيش خاوان دي بتوا بوها أي سي لبر أوي شون بو خاوان كرنوا خاوان كرنوا بكم تريجة شرع تعييني كنا كادا كريبت أزياد وهم بو كم تريج دتيه اوي وهم بو يدتيه كم مشمول به اوي اخراج كردوا اوي دي كش زور تركه وهم بو يدتيه مشمول به اوي اخراج كردوا يعني مصنف باسي شارح باسي اخراجي وي كردوا دنا عددك هر دو كان هر اخراج دكا ما دام مفهومي مخالف يبي يعني نزور ترونه كم تر تمام تمام دي
وهو صفة وشرط عطف على صفة مفهوم مخالفة واتأوش تاني مفهوم مخالفة يعني إيشان صفتك أوانش جزء صفة يبون خدي صفتي النحويان جزء صفتي يا تاكا علتك جزء صفتي أبو أود وزرف بزمان زمان ومكان وو حال وعدد بونا بينز صفتك أو جار وشرط ومنه شرط بيش يعني كده دي وهو صفة وشرط إيشان صفة كمفهوم مخالف يعني مخالفة يعني إيشان شرطة دي عطف على صفة على صفة شو كله مرفوعة نحو وإن كن أولات حمل أولات حمل فأنفقوا عليهن أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن بلى أجر حامل أبو نوجناني طلاق داون أتو أنقو خرجيان بشيشن تاكا دا أيام حمل دا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن إنفاقا لسبكا مخارجيان بشيشن تمام؟ بلى أجر أولات حمل بون إنفاقا بكن خرجيان بشيشن أجر أولات الحمل بون حامل بون يعني أجا أولات الحمل نبون واجبني إنفاقيا نفقان بدريتي بلد. أو إن كنا وشرت مفهوم مخالفيه تمام بلد. دي وغاية نحو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بلد باي أويك جاري سيوم تلاقي دا جاء الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تاكا دي أو تسريح بإحسان دعاية دفرمي فإن طلقها فلا تحل له من بعد أقر جاري سيوم طلاق دا جنكب وكابراء حلال نيها تاوكو ميردي دي كدكاتوا تاكا ميردي دي كدكاتوا تبعا دبي ميردكي دي كشب سيتكني أول آية تكيور ناجري لحديث داهايا كدبية ميردكي دي كبشي تكني جاء منظوركي ما أويا أو كلاميا نك غايتك بتنيا غايتك بتنيا نا أو كلامي كمشتملة بسر غاية داراي مفهومة أو ترشيبي كمشتملة بسر غاية دا مفهومي هي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني فإذا نكحت زوجا غيره تحل له بشرط خوي نكحته فإذا نكحته يعني قمير دي بغيرك يكرت أو حلال دبب ومير دكي أولا بشرتي حلال بوني شاك مثلا ماريكا ومعناه وني حلال دبب هرواب جتوكني تمام بلا بلا نا والله فإذا نكحته حلال دبيب بشرتي حلال بوني شرتي حلال بوني أو ميردي أول دخولي بيبكا أو ميردي ديكاته ودخولي بيبكا أو جال لوي ديكش مارا بكرته ومعلومة وشرتكاني أوانا تمام أول نجنكها اللي في غنبري برسي صلى الله عليه وسلم ميردي بكابراي كردوه كابراش دزغاكي كارناكا لا لهجو عبارتي راوا ودردك ودبوي ميرت فيكر نا ولا واشتي تشي ديكيا انا فرمي من دالم هي ولا ميردك اولو خلاص اللي حالي بوكا ودي عودتي بكا تو بو حلال بوني ميردي بو كابراي كدو فرموي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته شي حق الدنيا تلاقي ورقلي وبو معناه يبشي وكل ميردكي أولي أتاوكو جماعة دقل يقنكا وجماعة دقلنكا تمام؟ أقول أبو مزبور يجيدي كبيجاكا نيني قبكار نهات أياد بي قرسان بكريا دبي ميردي جيدي كبكا أيجي لا بتعرف سريج خويبك.
ازدواج کرد درست دارد تو ولی دیار او با اون نیتی درست بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیفرمونی که حکد بطاله ای بو العف و قاعد الله اگه با اون نیتی میرد بکات و کب قرط و کن میرد کی پیشی فقه حالش چه اند الله تو از قبل سر و شرط تا و کی و اونی میردی با عیاد دگریا مثلا او کن زنی مزاشی حالا مزاشی اندکردن بخاطر ملاقاتی بود یا شیخ جان او دو نیت مانه یک نیتی جنه یک نیتی کبره جنه نیتی ها به دعای طلاق بدری او بلا خلاف درسته دادل خوی دا مردی بکه و قصدی اوی ها به مرده که دعای طلاقی بده اما کبره قصدی ها به طلاقی بده او مختلفو فیه یک جنه چی دینه کبره جنهن او قصدی ها به دعای طلاقی بده آیا او نکاح درسته یا درست نیه لكن هندي كان جائزة أصل جملة ده مصابي مدى جائزة شاك لكن هندي كان جائز نيا دنا أوك جنة أو نيته هبه جائزة وخلافي تداني خلافي مذاهب ونص حديثي صحيح إلى سرجون تمام دي لعني محلل وأوانت شون دي تجهاز أقر رعاية زوابد نكري أقر شر نيتجه أقر شغله كي ببيته أوى، شون كشغله شيء عيبة، أجا كاري ببيته أوى، شاكا، بولا بولا داب قرا خريجي شاكر نوي أوش تانا بقى، تمام. وإنما نحو إن. بلى صفات بهمو أقسام كاني والشرط غاية جدلاً غايتك مفهومي مخالفية يعني أو تركيبي مشتمل بس تركيبك يا دواقع دا مفهومية إنماش تاكا إنماش مفهومي هي بقبان فرم بغاية بشرتك شروع تركيبي شامل لسر شرتك أوي شروع بلاي بلا وإنما نحو إنما إلهكم إله واحد أي فغيره ليس بإله بلا إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله تاكا إله جو يعني إله بحق جو فقد الله يا إله بحق تان الله يا يعني فغيره ليس بإله غير الله إله حقنيا تاكا إنما يكا حسري دقيني كحسري شيقان مفهوم مخالفة لبيدا دبي أتوقع كتت فقد إله جو الله يا يعني غير إله بحقنيا إلهي بحق وفقد الله يا وتغيري بإلهنيا أي فغيره ليس بإله والإله المعبود والإله المعبود بحق إله دو ترشيبي دا شاهد لا إله إلا الله ظاهر وايا منظور بإله معبود بحق لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله إلا الله تمام زور مبارك بلى المعبود زورا بلى ومثل ومثل لا عالم الا زيد جزء مفاهيم مخالفه وهو مفهوم مخالفه انما واتى ترتيبيك انما يتدايا واتى ترتيبيك نفي اثبات يتدايا بهم انا قصيبك تاكا ومثل لا عالم إلا زيد أي شروايا مفهومي هي مفهومي مخالفي هي لا عالم إلا زيد مما يشتمل على نفي مثل لا عالم إلا زيد كلامك مشتمل ببصر نفي استثناء يعني الكلام الذي يشتمل على نفي واستثناء تاكا وكو ما قام إلا زيد ونيا مثل لا عالم يكو مثلا ما قام الا زيد هرشي مشتمل ببصر نفي واستثناء ده دي نحو ما قام الا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد مفهومهما مفهوم لا عالم الا زيد وما قام الا زيد منطوقكان نفيكيا نفي علم دئي أول دا نفي قيام دئي دوم دا لغير زيدي بلا. لغير زيدي مفهوم كان إثبات علم دئي أول دا وإثبات قيام بو زيدي أو قصة شاكا دا إنماش داو دا نفي إثبات جدا مريد بحثة كمنطوقة كشي هيا ومفهوم كشي هيا
آية كدلي تاك إنما بلى إنما إلهكم الله تاك إثبات كمن توقك يا نفي كمن توقك يا إثبات إلهية بو الله من توقع يا نفي إلهية لغير الله شها من توقع وشها مفهومة ده نفي إثبات كشهر ده وايا شها من توقع وشها مفهومة تاك جاء أول كيف خنوا أو دلا من توقعهما نفي العلمي أو إذا كانت منطوق ده نفي إثبات كيدا دلا منطوقك كا نفي كيدا كانت منطوق إثبات كيدا كانت مفهوم أو حاشية دلا قال الكمال وهو المشهور في الأصول مشهور ده علم أصول ده أو ياك إثبات علم قيامك مفهومة منطوقنيا تاكا ثم نقل عن جمع أنه منطوق تاكا ومبلا وأنه استدل على ذلك بأنه لو قال ما له علي إلا دينار كان ذلك إقرارا بالدينار ولو كان ذلك مفهوما لم يؤاخذ به لأن المفهوم غير معتبر في الأقارير أبي تواو كمال سيد كمال كتويتي أو قسم شهورة دا أصول دا كا نفيكا منطوق بي إثباتكا مفهوم بي باشان باشاوي كتويتي أو مشهورة نقل كدو لجماعتي جي كا أو منطوق نق مفهوم بي أو إثباتا إثباتكا منطوق أو دي مفهومة يعني نفيكا إثباتك منطوقة ونقل كردوك استدلال لسر أوي كراوة كإثباتك منطوق به استدلال كراوة بويك أجر كابرا بلا ما له علي إلا دينار فلان كز لسر مني إلا دينار يجنبه أو دبته إقرار بديناره أو إقرار بديناره دببته إقرار بديناره معناه هو إثبات دينار كي منطوقة چونك اگا اثبات الدينار كي مفهوم با ومنطوق نبا مفاهيم دا اقارير دا معتبرنين تاكا اگر مفهوم با او كديناري شي لسريتي مؤاخذة ندكرا بدينار كي ودينار كي لنا دستندرا لور ندى جيرا ولنا دستندرا چونك مفهوم معتبر ندى اقرارات دا تمام پس كمال كتويتي مشهور او اثباتا مفهوم بيه بلام نقل كدول جمعي كي كقويا أو إثبات منطوقة أو دي مفهومة ونقل كدول جمعي كي كاستدلال كراوة لسر أأوي كإثباتك منطوق بيه بو تعبيريك دلن أقا آوابلا لنظر شرعي وأو إقرار بدينار أقرج مفهوم بايا ندبو بإقرار معتبر ندبو قال وهو الذي ينسلج له الصدر دلا او بياو دلي اتميناني بيا بيداد كاكا او اثباتا منطوق بيا دل بوي فينكاي دي تاكا ونيا مخصوصا كلمة توحيد دا لا اله الا الله اجا اثباتي الهي يدبو الله منطوق بيا لشانان خوشتر دي هتا بلاي منطوقا كنا في كي اواني دي كيو إثباتي إلهيتك بو الله مفهومة تاكا دل بولاي أويدتي منطوق بسون كلمك أساسا بو توحيد هاتو بو إثباتي توحيد هاتو كبو إثباتي توحيد هات بيتن إثباتي إلهية بو الله وويدتي منطوق بي كيف إذ كيف يقال في لا إله إلا الله إن دلالتها على إثبات الألوهية بالمفهوم لله بالمفهوم بويا أو ينسلج له الصدر شنك شون دلا إله إلا الله دا تاك دلي دكتريا دلالتك إلى سر إثبات ألوهية بو الله بالمفهوم دا سرش دا أصلا كلمة كبو أو يهاتوا كإثبات ألوهية بو الله بك دبي منطقك أو بواد الله تاك كمال وايكتوا هو همو قصي كمالي بو
جل همو را نگری و در آخری دلجیه چی بلیک استکلم نیش در شیوه او تا قصیخ کمال نقلی دکین در باشا او هتا او ایهی او قصی کمالی ها ها لسر را قال الكمال وهو المشهور في الأصول ثم نقل أو كمالا عن جماعته أنه فلان وأنه استدل على ذلك بو له علي إلا ديناري ما له علي إلا دينار باشان كتويتي كمال بوخوي كتويتي أوا ينسلج له الصدر نق أوي كمشهور دبين أصوليون دا أوا ينسلج له الصدر چونكا بعيدة دمور دي لا إله إلا الله دا بلي دلالتك على إثبات ألوهية بو الله بالمفهومة تمام أو جار بور وصر حاشيكي بنانيكي دلو ممن نص على أن إثبات الألوهية لله في لا إله إلا الله بالمفهوم المولى التفتازاني فإنه قال في حواشي العضد ولا يخفى أن المفهوم في مثل لا إله إلا الله هو أن الله إله ونفي إلهية الغير منطوق لو كسانيك تصريحي كدبوك إثبات ألوهية بو الله دا لا إله إلا الله دا إثباتك بالمفهومة نقبل المنطوق ملا سعدي تفتازاني تاك دا حواشي إقاضي علودي دا تاك كتويتي كتويتي لا يخفى مفهوم ده مثل لا إله إلا الله دا أويا كالله إلها أي كروت مفهوم يعني إثبات ألوهية بو الله كروت مفهوم نفي إلهية غير منطوق آيتك يا وفي إنما الأعمال بالنيات المفهوم نفي أن الأعمال بدون نية إيه ده إنما إذا جاء أو جار ده إنما الأعمال بالنيات دا تاكا بلا ولا يخفى أن المفهوم في إنما الأعمال بالنيات نفيك يا نفي أن الأعمال بدون نية معتبرنيا نفيك دويدا مفهومة إثباتك منطوقة شاك إنما الأعمال بالنيات إثباتي معتبر بني نية معتبر بني عمل بنية أو منطوقك يا مفهومك نفي أويك أعمال بدون نية معتبر به ونيا تمام دا إنما الأعمال دا مفهومك نفيك يا دروس برعكسي حساب كدوا دل لا إله إلا الله دا نفيك منطوقة إثباتك مفهومة دا إنما دا برعكسة وأما استبعاد الكمال المذكور مذكور فقد أشار شيخ الإسلام إلى دفعه حيث قال وعلى المشهور فدلالة لا إله إلا الله على إثبات الإلهية لله بالمفهوم لا بالمنطوق ولا بعد فيه لأن القصد أولا وبالذات رد من خالفنا فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا عليه فكان المناسب للأول المنطوق وللثاني المفهومة أو جار أو ببعيد زانيني كمالك كتبوي بعيدة أو قصي جمهور أو شتيك ينسلج له الصدرويا أو يك إثبات إلهيتك بو الله منطوق بأنك مفهوم وببعيد دانا أبو لا يكيدك كتبوي كيف يقال دا لا إله إلا الله دا آوا أو استبعادي مذكوري كمالي وما استبعاد الكمال المذكور شيخ الإسلام جاب داوة ويه استبعادي ودفعي أو استبعادي كدو شنك كتويتي يا دو مقامي داك كتويتي شيخ الإسلام كتويتي وعلى المشهور بنا لسر أوقسي كمشهوري أصوليانا كويج أويا تاكا لا مفهوم كي إثباتي إلهية بيبو الله دلالتي أوي كمشهورة ده مثالي مثالك لا عالم إلا زيد لا فلان إلا نق لا إله إلا الله مثال به تاك كتويتي على المشهورة كك مثلا لا عالم إلا زيد لا ما قام إلا زيد مفهومك إثبات علم قيام به
أجب ينين أوي دمر دي لا إله إلا الله دا بيادب كين دلالة لا إله إلا الله لس إثبات إلهية بو الله بالمفهوم لا بالمنطوق. ولا بعد فيه بعيد جني وكمال ببعيد داناوا بو شنكا هبل كان هر مقصود هم إثبات إلهية بو الله دا لا إله إلا الله دا مقصودا هم نفي إلهية غير خداي. أما كها مقصودي أولية يا تاكا دلا مقصودي أولا بزداد ردي أو كسانية ردي أو شتية كمشركين مخالفين دقال ما تاكا مشركين ردي أو شتية كأوان مخالفتي عن هي دو شتية دقال ما أواني مخالفتي عن هي أوان دقال ما ألوهيتي غيرا مقصود ويدا بيش دا أو ما خالف يرد ما خالفونا فيه رد بكريتوا ونيا بلا مقصودي أول بزاد مقصودي أول بزاد أو نق إثباتي ما وافقوني أوان بو إله بني الله قصيان نيا دير دادا قلما مخالف موافق دا ألوهيتي غير دادا قلما مخالف مقصودي أولية وبزاد نفي أو شتيك أوان مخالف دا قلما تيدا نا إثباتي أوجتك موافقاً دا قلمة تيدا كألوهية الله يا. تمام؟ فكان المناسب للأول المنطوقة والثاني المفهوم شنو أو مقصودي أولي وبالذات مناسب بوي أو منطوق بها فاز إشكاليني أو منطوق بها وهرد بها أوج منطوق بها شنك مقصودي أولاً وبالذات مناسب بوي منطوقة بو ثانية كشكا ما وافقنا فيه كيا مفهوم كيا أوقسي وانيش اشتوابو شيخ الإسلامي وأجاب عن استدلالهم عن استدلالهم بمسألة الإقرار بأن محل عدم اعتبار المفهوم فيها إذا كان بغير الحصر كما يفهمه كلامه كتويتي أو استدلال شيان ككردوها تاكا أو استدلاليك كردويانا أو جمعكا أو جمع مخالفكا تاكا كمخالفي جمهوركا كتويا استدلاليان بابوي كتوك بالله لو قال ما له علي إلا دينار أو دبيت إقرار لصورة جداء أقوى مفهوم إثباتك مفهوم بيتون دبيت إقرار جوابي أول شي داوته كتويتي أو موضوعي إقراري محلكي اعتبار نبوني مفهوما دا صورتي چدا فيما إذا كان محل عدم اعتبار المفهوم فيما يا وفي هانيا يا بلا وأجاب عن استدلالهم بمسألة الإقرار بأن عدم اعتبار المفهوم عدم اعتبار المفهوم دو مسألة يدا فيها دو مسألة يدا عدم اعتبار إذا كان بغير الحصر بها كما يفهمه كلامهم نقب حصر به كبعبارة غير حصري أو تسيبك أو إثبات يبك أو حصري يبك أو مفهوم أو مفهوم يبك إقرارك بلا كالعبارة غير حصر دابي مفهومك إقرارك كمفهوم مخالفك تاكد عبارة غير حصري دابي ومفهوم مخالفك أو إثباتي إقرار به ديناري به أو إثباته به أو قابل اعتبار أو مفهوم معتبرني دنا دم ما له علي إلا ديناري داوانيا أقع عبارتك بحصر بكتري نفي إثبات حصرة مفهومك معتبرة مفهوم دينا معتبرة والحاصل فقهاء كتريان إقراري جي إنسنيني تاكا معتبرني دا موردي ثبوتي أو ديناري لسر كابراي دا تاكا كتويا أنا معتبرة دا أقا مفهوم جبه چون دا كتويا معتبر بيه أوان كتويا أنا مفهوم معتبرني بو أو مثاليا نكتوا تاكا مفهوم معتبر نبون مفهوم معتبر نبون دا إقرار دا دا نفي وإثبات دا نيا متوجي أوان مثاليا بعبارته جهنا وتوكنا في إثباته كتو أنا ديرة دا إقرارك معتبرة شنك ديرة دا بحسرة أو تابة معتبرة عندنا
كذا بكتري مفهوم معتبرني يعني يقب حسد نبي تمام؟ او بس بو بوا او قصيد موردوي دا هيا ولي ولا شارحي شهر لسر قصيد جمهور رويشتوا دلو مفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد وأما دا موردي إنما يكيدا او دبي او شربيني بخواني وبزاني دا إنما جدا مفهومة كتشي هيا ومنطوقة كتشي هيا دل قال السعد مفهوم المخالفة إنما هو نفي الحكم عن غير المذكور مفهوم مخالفة كالنفي كيا نفي لغير مذكور جاك نفي حكمك لغير أو اشتيك ذكر كرا ودا آخر كلامك دا نفي حكم لغيري وي مفهومة وات إثباتك منطوقة دا إنما دا هاتي نسر أوي جمهور لسر أوي دا نفي إثبات دا نفيك إثباتك مفهومة ولد إنما دا إثباتك منطوقة إنما زيد عالم إثبات عالمية بو زيد أو منطوقة نفي لغير مفهومة تمام أو عند بصة ديفو مام خنو يعني خنو شمكلا باش وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو يجي يجي لك لو اشتاني كمفهوم مخالفة هي جدا كنوي مبتدأ لخبر بضمير فصل شاكا فصل المبتدأ اليو قديم شان هبو بو ساتك كورونا بايبوا نو والله يشك لما لو اشتاني كمفهوم مخالفة هي فصل مبتدايا لخبر بلميري فصله دبوك تباي لميري فصله يدي فصله كي بوتيا هتباي لميري فصله يو او ازهر تربو چونك الصفات كتبوي تاكا كتبوي دموردي اوي تفسيري صفتي بيكرا بوا كتبوي صفات لفزيكا مقيد بيو وغيري اوانا بيه معنى اوي اوانش دبي لفز بن فس كوابو يشك لو مفهوم مخالفانا ناكر لو يفصل كرنكيا باكو خدي لمير فصلكيا چونك منزولو وين لفزيك بغيري او لفزانا يعني اوانش لفزن صفات بلفزيكي مقيدي غيري او الفازانا دلن كا مثلا شرتو غاية وشيء وشيء وطا دي لميري فصلش هيتي نحو أم اتخذوا من دونه أولياء تاك بل اتخذوا من دونه أولياء اتخاذ أولياء ينكردوا لغير خدي تبارك وتعالى فالله هو الولي خداي تبارك وتعالى هر أو ولي واتهر أو ناصرة فالله هو الولي أو لميري فصله أو حسري دقيني يعني غيره ليس بولي أي فغيره ليس بولي أي ناصر ونيا أو أي فغيره ليس يعني إثباتك منطوقة نفي وليبون وغيرك مفهومة تمام؟ وتقديم المعمول على ما سيأتي عن البيانيين يشي جديك تقديم معمولة تاكا بو تفصيليك ديني اختلاف جداه إشارة بويدك على ما سيأتي تقديم معمولة بو تفصيليك سيأتي واتهمك قبولينيا ومختلف فيها فصلي تقديم معمولة تاكا لسر عامل على ما سيأتي لجانب بيانيون را معمولك وكو مفعول وكو جار مجرور مثالي وكو إياك نعبد إياك نعبد يعني فقد عبادتي تودكين لا غيرك تاكا لا غيرك نفي عبادة لغير دبت مفهوم منطوقك شي تاكا إثبات عبادة أبو الله تعالى دي لإلى الله تحشرون
هوز مثالي كذيك أو مفعولة أو بيش دراوش جار ومجرورة لا إلى الله تحشرون ده قرآن ده لا إلى الله نسرى ولا بيرو بملاين أنجوش الفكين ناخوين دريته ولا يكا دائرين شي لسرك يعني ناخوين دريته لا في فارقة بيدلا دبت لا إلى الله تحشرون الفك قلنا خن راو وايو لا نية والحاصل لا ينافي نية لا حرف تأكيدة يا لا قسمة لا قسمة جوابي قسمة دي أي لا إلى غيره إلى الله تحشرون لا إلى غير الله تقديم جار ومجرور كي أويد جيني تمام أو مفاهيم مخالف توابون أو أنا مفهوم مخالف هنا هي صفات فينس قسميها بو شرط غايته إنما نفي إثبات لمير فصل تقديم معمول أو يصدى تمام وأعلاه لا عالم إلا زيد وأعلاه أعلى مفاهيم مخالف أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة لا عالم إلا زيد أعلى ما ذكر توجيه الضمير مذكر كيف يكردوها لا لو مفهوم مخالفانا أعلى كيان أعلى أواني كذكر كران لأنواع مفهوم مخالفة كيازده ما ذكر كدن لهم يعني عالي تر يعني معتبر ترو لبيش ترو مقدم تر لصورة تعارض زيادة مفهوم يقدر مفهوم يشي تعارضي هبه شها أعلى أي مقدم ده كيدا تعارضي ده أعلى كان لا عالم إلا زيد نفي إثباته أي مفهوم ذلك مفهوم لا عالم إلا زيد ونيا مفهوم لا عالم إلا زيد كأوج إثبات علم كبولي زيد تمام أي مفهوم ذلك مفهوم لا عالم إلا زيد هر كلامك وقوين في إثبات تدابع مفهوم ذلك ونحوه مفهوم أو نحوه أو جابوا أو أعلايا إذ قيل إنه منطوق شنك بعض يقول إثباتان بمنطوق داناوا نفيا كان بمفهوم داناوا يعني بحد يكي لبيشا اختلاف دا منطوقية إداهايا بعض يقول في أنواع منطوقة أي صراحة منطوقي صريحة منطقي إشاريش من هي وكوا العبارة شرحي ومتني ودردك منطوقة صراحة لا منطوقة إشارة بو منطوقي صريحة لسرعة تبادله إلى الأذهان شنك السريع تبادل يدكاك نشاني منطوق بونا سرعة تبادل ثم ما قيل إنه منطوق دعينا في إثباتها هرشي كتراب منطوقة يعني دا منطوقية دا اختلاف هبه غيري إلى النفي إثباتها واتا منطوقي بالإشارة شن أوي كم من قيل كتويتي منطوقي بالصراحة هر نفي إثباتك يا أواني ديك كتويتي عن منطوقة منطوقي بالإشارة عن منظور بوا ثم أواني كتراب منطوقي بالإشارة وكو مفهومي إنماي وكو مفهومي غايتي كما سيأتي وكلوي بدوادي كهندك دا موردي إنما وغاية داكتو أنا أو مفهومي كأنقو بمفهومي دادنين منطوقي بالإشارة ونيا جاء بو أو دوايا بو نوريويدي دالت شنك يوش تبادري إلى الأزهاني هي تبادر نشاني منطوق نشاني منطوق بونيا نا منظور أو كأنقو أنا منطوقة بو منطوقة لبروي تبادري إلى الأزهاني هي ثم أويك كتراوة منطوقة بويش كتراوة منطوقة لتبادره إلى الأزهان نق أما بويا بمقدم دادنين خاتم تبادر الأزهان أوام كتو أنا منطوقة نق أما مقدم دكين ثم غيره تاك على الترتيب الآتي فاشان فاز أوي لهاد ما هو إلا تمام دعايا إنما غاية ديقرا دي فيدان دعايا غيري أوانا غيري أوانيش دني وخوان دا ترتيب بنديان هيا وسيمانا مليا در كرد نو دمينن ثم غيري مازوچير
على الترتيب الآتي برحسب أو ترتيبي كدي أولين أو دعاء أو دعاء أو أو با اللي رد ما نشكين دعاء.